لموريتانيا مآثر رسمية وشعبية. وإن كنت اليوم ضيفاً على حزب المعارضة فلا يمنعني الإنصاف أن أصف الحكم والسلطة مع المعارضة معاً. في مطلع 2009 يوم كانت الحرب الصهيونية العدوانية على غزة في أوجها وقد قل النصير وكثر الخذلان، يومها تداعى الرجال الشجعان إلى الدوحة في قطر من أجل قمة غزة. في ذلك الوقت كان مجرد حضور قمة غزة شجاعة وقوة، فكيف بمن دعا للقمة؟ لا شك كانت شجاعة. ويومها لأول مرة ألتقي بفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز حيث أعلن من هناك عن قطع العلاقة مع الكيان الصهيوني. كان ذلك لوناً من ألوان نصرة شعبنا الفلسطيني.